فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Thank you.